نضرب مثال في جاكو. طيب جاكو القصيم الزراعي، نشتل شوية إلى سهم مضارب في قطاع إنتاج الأغذية، نشتل عليه اللي هو سهم جاكو، نطبق فيه المثال دا ونشوف. جاكو يا أخوان ترى شركة من وجهة نظري من الشركات المحسوبة علينا مضاربيا ضعيفة، يعني من الناحية المالية مو مرة قوية، ومو مرة يعني سيئة. كان يسموها أبو فقاصات البيض هذه، يعني شعبية مضاربيا أكثر من إنه شعبية استثمارية أو شيء من هذا القبيل. طيب نطبق المثال على القصيم جاكو. أين قاع نوفمبر؟ شايفين فين قاع نوفمبر؟ 15 ريال و30 هلل. خلونا نشوف مسار السهم خلال عام. إيش رأيكم يا شباب في الإغلاقات الأسبوعية؟ أو إيش رأيكم في الإغلاق الأسبوع الماضي؟ ما رأيكم في أداء؟ هل نقول أن القصيمة الزراعية ما زال يواكب المؤشر أو خرج عن نطاق المؤشر؟ يعني دخل في عالم تاني؟ يا أخوان ترى هذا التحليل بدأ قد يساعدك كثيرا، عشان لا نقعد نعاند أنفسنا. ترى المؤشر في وادي وأسهمكم في وادي آخر، انتبهوا لنفسكم. يعني مهما تبكبكنا وقلنا ما لنا غنى عن التحليل الفني، ترى اللي قاعد ينضرب الآن كلهم أوضاعهم الفنية تعبانة، وفي شركات محترمة إلى الآن شارتاتها حلوة ما بتنزل أو نزولها ضعيف وعندك، لكن تعالوا شوفوا مين اللي يملك القدرة على العودة. هل هذا الشارت الآن يعتبر مرة قوي ولا يبغى لك تنتبه منه؟ وكيف أنت لو كنت نفسك فيه كيف تعرف في المستقبل؟ إنه لما أجي أقول لكم ما في شيء حيفوتك، السوق ملحوظ. يعني أنا لما أجي أنظر لمنظر زي كده في القصيم وأجي أقارن أداء عام كامل وأجي أنظر لحركة زي كده، عندي مسار، هذا المسار مكسور. يعني أنا الآن القاعدة تقول كل مسار هابط الموجة الصاعدة تنتهي بكسر مسارها الصاعد، والموجة الهابطة متى تنتهي؟ بكسر أو باختراق مسارها الهابط. الآن أنا عندي في القصيم ترند مكسور وعندي مسار هابط. أنا حتى لو جاء واحد قال ارتد القصيم أتعامل معه على أساس إنه إيش؟ مضارب وعنده جبهات ولا إنه كل فطير وطير دور في منطقة الاختبار واشرد إلين إيش يصير؟ يخترق المسار الهابط. يعني معناها القصيم لازم إيش؟ أنا في المستقبل إذا ما أبغى يروح مني أبغى أعين من وراه خير، إيش لازم يسوي القصيم؟ شايفين كيف كسر الترند؟ يعني أنا لازم في المستقبل لما أرسم ترند هابط من القمة، يعني لازم القصيم عشان أقول وراه خير يعني لازم يطلع فيخترق الترند. طالما إنه ما هو مخترق الترند، التوجه العام أنا أتعامل معه على سوء نية، إنه إيش هابط ولا صاعد؟ وهل يجوز إني أنا لو بدي أناور ولا أعدل من مناطق عشوائية؟ لا. طب تعالوا شوفوا الآن القصيم، نشوف قبل ما نحط الفيبو، شوفوا مثلا عندنا هنا خط عرضي اللو حقه كم؟ 27.5 هللة، 27.05 هللة، وفوقه كمان كان عندي مطب برضو تحت المسار الهابط. كل دعم يكسر يتحول إلى مقاومة، كل مقاومة تخترق تتحول إلى دعم. هذا كسر الدعم الأول حولها مقاومة ما قدر يطلع فوق، جاء كسر الدعم الثاني، وكل هذه تعتبر الخطوط العرضية مطبات. لما أقول مطب يعني على طول يجي ببالكم إيش؟ خط عرضي. إيش يعني خط عرضي؟ يعني قيعان سابقة كسر أو قيعان سابقة اخترقت، لكن الأرقام دائما الرئيسية هي أرقام الفيبو. طيب لو جيت الآن أنا عكست المسار فجيت من عند قاع كورونا، أنا أبغى أشوف نسبة تصحيح الموج عشان أستأنس أكثر. هيا شوفوا يا شباب، بكرة عندنا إغلاق أسبوعي، الأعلى في القصيم 35 ريال خلال هذا العام، الأدنى في كورونا وفي شهر مارش من عام 2020 8.66 ريال هلل. بكرة عندي إغلاق أسبوعي. أهم نقطة يجب أن لا تكسر أسبوعيا، احتمال يشهد ارتداد مضارب. يعني أنا لسه ما بعت، ما وقفت خسارة، أنا أملك في السهم وعارف إنه سلبي، لكن قلت في نفسي خليني أطل في الشارت. ماذا وجدت في الشارت؟ وجدت أن الشارت يقول لي أنك أنت عند إيش؟ عند دعم 38 فيبو. ممكن السهم ارتد منه؟ ممكن. يعني أنا لو أنا الآن خسران في القصيم بعد ما شفته أنه كاسر ترند في اتجاه هابط، أروح أبيع ماركت بكرة
ولا احط لنفسي منطقه لو كسرها اقول له مع السلامه مثلا، استعجل وابيع ولا اوقف؟ اوقف، اقول انا ممكن بكره يصير ارتداد، انا اولى بالارتداد المضاربي، بدل ما ابيع في القاع ابيع في قمه. السوق كله قمم وقيعان، يا قمم وقيعان هابطه يا قمم وقيعان صاعد. وعشان كمان اثبت لكم، زي ما في زجاج قبل شويه، نحن الان لو كنا راسمين قناه هابطه او دور هابط، حتلاقي الان لو اخذنا خط موازي لهذا القناه ومشيناه كده، شايف كيف؟ فيقول لك راعي القصيم وقف لا تبيع. يا ابو محمود توك قايل لنا انه الترند مكسور والحاله مزريه. طب انا عارف، لكن انت خليك محترف، احتمال تبيع فوق، يمكن ترمي ب 27. لو بكره دور مقاومتك، ما هي مقاومتك بكره؟ شوفوا لاحظوا، ورانا الشارت الآن إنه القصيمة الزراعية ترى اليوم كاسر على اليومي قاع أكتوبر. شوفوا أين يوجد قاع أكتوبر، هيركزوا عشان تعرفوا بكرة إذا في أمل يرتد ولا لا. قاع أكتوبر كان 25.5 والسهم مقفل 25.30، يعني معناها بكرة لو كان القصيم أخضر لازم، عشان نقول إنه هو متمركز فوق مقاومة لحظية، يعني لازم يكون متمركز فوق كم؟ 25.5. طيب هذه ال 25.5 لو اتمركز فوقه وحاب يدخل في عملية مضاربية، أنا فين لازم أحط أوامري ولا أنتظره عندها؟ يعني وفين أحلى منطقة أفكر أبيع فيها؟ ترى يا جماعة قريب 27. فلو دخل السوق في موجة ارتدادية مضاربية والشركات استجابت خلال بكرة ولا بعده، والقصيم ما كسر 25، ممكن القصيم يروح يقول لك أنا كسرت متوسط ال 50، أنا راجع عنده أبغى أختبره. وما تدروا لحد الآن نحن ما قفلنا تحت ال 50، لحد الآن بكرة الإغلاق، يعني بكرة سلبيتنا حتكون فين؟ إنه والله قفل تحت ال 50، لكن قد هو وصل دعم. فاللي مثبتنا الان ايش؟ انه نحن انقاع قناه و38. طيب سؤال يا اخوان، لو كسر القصيم 25، اسال نفسك يا راعي القصيم اللي متعلم، هل تستطيع ان تتحمل تبعات هذا الكسر؟ انت عرفت الان انه انت من حوالي تقريبا سنه ترى تاسست موجتك من 15 ريال، كان سهمك طالع واصل 23 صحح الى 15، وهنا دخلوا ناس وجمعوا وأسسوا قاع أعلى من قاع وطلعوا إليهم ضربوا 35، دبلوا جابوا 5 ريال فوقها، يعني وصل 30 و35، واليوم السهم قيمته في الشاشة كم؟ 25. يعني كم كسبانين الجماعة إلى الآن؟ هذه أنا ما بدي أقول إنه، أنا بقول لكم في ناس ما باعوا، جلسوا في السهم كان متوسطاتهم ب15 ريال، أو متوسطاتهم لا يعتبر بسعر الشاشة اليوم، سهم القصيم يعطيهم إلى 60-70%، يعني لو كسر 25 تتوقعوا جني أرباح أكثر ولا لا؟ فماذا تفعل أيها المضارب في القصيم الزراعية؟ ألا تعتبر أن كسر منطقة زي كده خروج عن المألوف؟ وطالما إنه السهم سلبي وكاسر متوسط 50 وكاسر 38 فيبو، طيب على أي أساس أبغى أقعد أنا عند 24 أعدي؟ على أي أساس أنا عند 23 أبغى أشتري؟ على أي أساس أقعد في السهم لو أنا بكامل السيولة؟ هذه الأجوبة وهذه الحالات كل واحد أدرى فيها. حتى الشخص الآن اللي يسمعني اليوم ويقول لي أنا مضارب محترف، لو جاني قال لي أنا بكرة ماركت في القصيم، أقول له لا، أنت عارف قواعد اللعبة؟ قال لي إيش هي قواعد اللعبة؟ قال أنا بكرة بأدخل القصيم، إذا كسر 25 أرميه في وجهه. أقول له لا، كل اللي أقدر أقول له هو طيب أستنى، خذ لك صباع على قول عمنا أبو يحيى، وإذا تأكد إنه وقف فوق 25.5 خذ الصباع الثاني وهي بس، شوف مو تروح تدخل لي في السهم وتقعد تقول لي والله أنا أبغى 35 في عين؟ هي في جبهة مفتوحة ال 35؟ السهم في ترند هابط يا عمي، كاسر مسار، أمشي حبة حبة، ترى الدعوة مضاربة. إلى الآن نحن توجهنا المستقبلي هابط وليس صاعد، تعامل على هذا الأساس على سوء نية. زي لما كنا طالعين نحن في يوم من الأيام من 15 ريال بعد ما نزل السهم، لما جيت أقول للناس وقتها إذا اقتحم القصيم المثلث بإذن الله سيكشف لنا مناطق الثلاثين، وهو كان إيش مثلا جاي من فين؟ جاي من قاع كورونا 8 ريال، من 8 ريال وإنت تكلمهم وهو بعشرين ريال، يعني يا رجل السهم مدبل، يقول لك ليش يطبل ابو محمود للقصيم الزراعيه؟ والله يخوف السهم من كورونا، جاي من 8 ريال و8 16 وعندي 22، هذا ضعفين، وابو محمود يقول لهم اذا اقتحم القصيم 22 مثلث كشف السهم مثلا، خلينا نقول في ذلك الوقت الوتد كم؟
لو رسمنا الوتد هنا جابوا ولا ما جابوا هدف المثلث؟ شايفين فين وصل وهدد؟ فحيجيك واحد ايش يقول لك وقتها؟ شوف التطبيق، يطبل للقصين. هذا مسكين ما يفهم في التحليل ولا يفهم في المسارات ولا يفهم في القمم والقيعان الصائد. ودحين في واحد ايش يقول على ابو محمود لو قلت له كيف تقعد في القصيم؟ قال لك هاي هذا مرجف، يعني بعد ما نزل القصيم من 35 وصار ب 25 بدا يخوفنا. شفتوا كيف الناس احيانا من جهالتها ما تقدر تميز ما بين المطبل والمرجف، فيقول لك شوف اخي يخوفنا من القصيم. يا عمي طل في الشارت واتفرج وشوف الفرق ما بين الحاله دي والحاله دي. طيب لماذا يا ابو محمود من اول ما كنا، ومين قال لك من اول ما قلنا؟ لما كنا في يوم من الايام نلعب ما كنا نقول لا يكسر 27 على النظريه؟ شوف قديش قاعد السهم فوق ال 27، متى خرج السهم من 27؟ اليس باغلاق؟ اليس الان في نوفمبر؟ شوف ال 27، اليس اغلاق اكتوبر كان هو بدايه الشراره بكسر الترند؟ كيف تبغاني اول اقول لك السهم سلبي؟ انذرك من السهم والسهم ما زال فوق 27 او داخل مسار؟ السهم عرضي، اي اختراق لخط الترند مع السلامه. تخيلوا انه السهم يطلع يلعب على يوصل قريب الترند ويطيح، وصل واحده مره 31 وجاك نازل، وجاء يحاول يطلع واحده مره وصل 29، لو طلع عدى ال 30 كان اخترق، ما اخترق. بعدين لف الطاره فكسر، فاختلفت المعطيات الفنيه وبدا يخرج عن المالوف. اليوم يصل السهم وهو خارج عن المألوف عند دعم. فلذلك الآن ماذا نقول؟ مضارب كل فطير وطير. الآن عرفنا كيف الفطير ناكلها، ما دمنا فوق 25 إلى 27 أحلى فطيرة فيها ريالين أو ريال و70، ولو كسر 25 إيش نسوي؟ هل نملك القدرة على البقاء في السهم ولا نقول له مع السلامة؟ ولو واحد فلنفترض كان مشتري له 1000 ويقول لك أنا أملك القدرة أشتري 10، طيب اشتري على 24، اشتري على 23، ما أنت شايفين المنظر؟ هذا لو طاح فين يبغى يروح؟ صدقوني، لا أنا لو تسألني وقتها أقول لك الجبهة لا أثق فيها إلا إذا كنت ما بين 20 و 18، 70 هذا إذا ما أنا رحت لأصلها مو في، عفواً، شوف هنا في خط عرضي عند ال 17 ريال، لكن انا ممكن اقول انه هنا ما بين ال 100 الى منطقه 61 فيبو حتكون بالنسبه لي اول مناطق التفكير في السهم، واحط في بالي انه ممكن يجرني بشمعه طويله تحت زي هذه الشمعه واقول له شررم ما دام فوق ال 17. فلو نزل مثل القصيم وصل هنا تلاقيني انا لو ابغى ابدا افكر اشتري والعب لعبه استراتيجيه هلعب على اساس اني انا مصحح 61 فيبو زائد اني انا قريب قاع فني واتعامل على اساس هي وريني كيف تكسر ال 17 ابوك على ابو السام سلام عليكم. بس انا ما رحت بعت بخساره هنا الا فرق بسيط، بينما لو جاء واحد جلس تخيل وقام راح السهم في المستقبل 17 وكسر، هذا كيف؟ إذا كان من هناك ما وقف خسارة، حيوقف خسارة عند 17 لو كانوا دخل من جديد أو دخل عند مناطق الدعم هذه الحلوة. رأيي في السهم على الشهري، دحين أنت ليش تدخلني على الشهري؟ طيب هي نفس الفكرة، يعني السهم حساس يقول لك رأيك على الشهري، طيب لو فتحت الشهري نفس الفكرة. طب أنا لما بعكس الفيبو قصدك على الشهري يعني كنظرة استراتيجية طويلة. طيب تعالوا نفتح الشارت الشهري ونتذكر شويه كذا، ناخذ فكره عن الشارت التاريخي حقه. طيب يا جماعه تعالوا اوريكم حاجه مره خطيره. لما كنا طالعين وبننظر للشارت الشهري شايفين الخط هذا؟ شايفين القاع ده حق 2007؟ اللي شاف الدائره دي على اليسار اللي انا حاططها عند قاع 2007 يكتب لي واحد. من اكثر الركائز اللي كنا نحن لما نحلل السهم على الشهري دائما نراعي في صعود السهم واختراقاته واغلاقاته واقتحام ايش؟ مناطق رئيسيه استراتيجيه زي القيعان دي. تعالوا نرسم خط من عندها الان. شايفين القصيم فين واقف؟ قل لي بربك لو كسر ال 25، اذا انت لم تقتنع بالفريم الاسبوعي وتبغى تمشي على الشهري، كيف ستثق في السهم وانت بدات تطيح في مراحل
استراتيجية، بعكس ما كنت تنظر له وانت صاعد، ها هتبدأ تنظر له على الشهري وانت نازل. فتخيلوا انه عنده كان خطين، كان عنده قاع في 2007 وفي عنده قاع اعلى منه كان قريب 28، يعني قاع 25 وقاع 28. شوفوا هذا قاع وهذا قاع. تخيلوا نحن طالعين في القصيم كنا نتغنى باختراق ارقام زي كده، وما شاء الله السهم راح الين وصل 35 ووصل عند القمة الفرعية دي، حتى كنا نقول من اهم اهدافنا ونحن طالعين عندنا قمة في 2014. هو جاب، هل اغلق فوق 2014؟ ما قدر يقفل. السوق السعودي اغلق فوق 2014، القصيم ما اخترق قمة 2014. قمة 2014 في القصيم هي، يعني حتى لو نبغى نقول طيب مفروض الان لو انا ابغى استمر في قراءة الشهرية القوية، مفروض انا ما اكسر كم؟ 28 اول مره، ودحين 25. شفت كيف ركب الشهري على الاسبوعي؟ يعني لو انت ما فتحت موضوع الشهري الان لكفتنا ما نراه على الاسبوعي، لكن عشان انت قلت لي على الشهري سالتك بالله لو كسر ال 25، يعني بدات تشوف شمعه القصيم بدات تفتلعب هنا على الفريم الشهري الكبير والحركه التاريخيه. انت متشائم ام متفائل؟ هل انت ستكون متفائل ام متشائم وانت تنظر على الفريم الكبير وترى الأحداث دي قاعدة تصير؟ مين هو اللي قال لي حطه على الشهري خالي؟ هذا ردا على كلامك اللي تقول فيه على الشهري، ولا هو كتحليل شهري انت حتستخدم نفس المعطيات، حتستخدم مسارات، حتستخدم نسبة تصحيح، هي نفسها. لكن انا بقول لك بما انك فتحت المجال ده، من الاشياء اللي نحن بننظر لها على الشهري احيانا نحن طالعين بنتابع الحركة التاريخية للسهم. طيب تعرفوا يا شباب والله العظيم وما لكم يمين علي انه القصيم الزراعي لو طاح الى مناطق ال 18-70 وال 19-70 حيصير عندي أنا شيء كده قاعد أشوفه على الشهري خطير. مين يقول لي شو؟ أكبر الصورة، أتخيل القصيم فعلا هو كسر 25 وقيده كاسر 28. تعرف فين الخطوط العرضية الرئيسية القوية؟ هنا. وتفرج على المنظر ده كده، أنا أتوقع إنه في كتف يمين ممكن يتكون كده. لو تكون من هنا شكله مو قد كده، لكن لو صحح 61 فيبو الله أكبر، يكبر الصورة تشوفوه أكثر. شايفين هذا؟ شايفين هنا إيش صاير؟ نظرتي لحركة النموذج يا أخي توحي لي إنه احتمال كبير هذا يسوي الفيلم إذا تأكد كسر 25 والإغلاقات دونه. أنا إيش قلت؟ إذا تأكد كسر القناة وكسر 38 فيه وكسر الخط العرضي من 2007 والإغلاق دون. إذا ما كسروا لا، النماذج عندي أنا آخر ما أفكر فيها. النماذج تحتاج إلى علامات تأكيد إنك تكسر شيء رئيسي يكشف لك. ونحن شايفين إنه لو نزلنا فين موجود متوسط 100، فين موجود متوسط 61 فيبو. لكن سبحان الله لما أنت فتحت موضوع الشهري طلع يقول لك حتى على الشهري بيغذي فكرة إنه السهم ده لو كسر 25. ترى هذا لا تستغربوا يا جماعة إذا أخذكم إلى مناطق قريبة 19 و18 ريال حتى على الشهري. أنت لما تكون كاسر اليومين دي متوسط 200 على الشهر، تخيل انك انت الان في نوفمبر اذا ما ترجع تقفل فوق 27 انت برضك كسرت متوسط 200. يا رب قولوا يا رب، قولوا يا رب، قولوا امين يا رب. القصيمة الزراعية يرتد من 25 ما يكسرها فيخترق 27 ويجي في اخر نوفمبر فوقها، ثم يخترق الترند عند الثلاثينات ونشوف القصيم يرجع 35. وهل في امل يسويها يا ابو محمود؟ ما زال الامل قائم، فنيا قائم. انت في قعقنة، انت مصحح 38 في، لو السوق فيه خير ونوفمبر العام يعيد سيناريو العام الماضي وترجع الشموع خضراء وتسوي ديل طويل ثم يعود القصيم فيخترق الترند من هنا، العالم حتقول الله من 25 واخترق 30 ممكن يوديك مره ثانيه 33 قمه 2014، ولو اخترقتها ممكن تروح وتخش في عالم ثاني من الصعود ويعتبر قمه اعلى من قمه وقاع اعلى من قاع الحياة ماشي. لكن لو كسر 25 نرجع لشارتنا الأسبوعي، كيف ستثق في القصيم؟ إن شاء الله تكونوا يا جماعة استوعبتوا وأخذتوا فكرة عن التحليل. ترى يا جماعة والله العظيم أن ما نفعله معاكم هو أبسط أدوات التحليل الفني بعيدا عن التعقيد. وأعتقد اللي قاعد يتفرج معايا بمخمخ وبيصدق اللي بيشوفه لأنه واقع قدام. فاللي عاصروا أبو محمود في الصعود والاختراقات وعرفوا كيف كانت النتائج تعطي، ترى أبو محمود هو نفسه اللي يحذركم من كسر أشياء زي كده، لأنه زي ما تخترق تطلع ترى زي لما تكسر تنزل. لذلك ركز 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 كثير وأدرس سهمك جيدا وانتقي بعناية.